بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن أحد النباتات التي تعيش حول المستنقعات مثل ما تلاحظون. وهذه طبعا أحد النباتات المنتشرة بنسبة كبيرة جدا في المستنقعات، بالذات فصل الشتاء ممكن تكثر هذه النباتات، هذه الفصيلة نسبة كبيرة جدا. طبعا درست هذه الفصيلة واكتشفت نوع من أنواع الفطريات المتواجد فوق جسمها مثل ما تلاحظون، هذه الطبقة البيضاء المتواجدة هنا على الأنسجة النباتية على الرفوف العلوية للمنطقة. ممكن تجدون فصيلة في الحقيقة يعني فصيلة ضعيفة جدا من الفطريات، ممكن تقضي عليها بالمضادات الحيوية، لكنها يعني فصيلة تنتشر في أغلب أنواع النباتات. طبعا هذا النبات يعني بعد ما حسيت أني مصاب بأحد الأمراض قلت لازم أدرس نوعية هذا المرض. بعد التعمق فيه لاحظت أنه مصاب بأحد الفطريات المتواجدة في جسمه. طبعا تكثر هذه الفطريات في النباتات، بالذات يعني عندما يحصل ضعف في الجهاز المناعي عند النبات ممكن ينتشر الفطر على الأنسجة العلوية أو الأوراق أو في المنطقة في الجسم كامل يعني. ويجب معالجة النباتات لأنها النباتات هذه مهمة جدا للحشرات والحيوانات والمخلوقات الأخرى، وأيضا قد ينتشر في المناطق الغير مائية مثل المناطق يعني اللي فيها نسبة كبيرة جدا من الرطوبة ممكن تحصل هذه الفصيلة مثل ما تلاحظون، لكنها يعني فصيلة شفافة وخضراء في نفس الوقت. أنا بصراحة من محبين دراسة النباتات ومعرفة الأمراض المتواجدة في الأنسجة النباتية، كونها يعني موضوع شيق جدا لما تدرسها تحت المجهر وتشرح الأنسجة وتشوف الفطريات أو البكتيريا أو نوع من أنواع الميكروبات الأخرى. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم. وأنا أشجع جميع الباحثين في دراسة علم الأمراض النباتي لأنه مهم جدا للمخلوقات الحية.